زي ما انتوا شايفينه كده، مراته وبنته راحوا. حالته كانت صعبة جدا، وخصوصا ان هو اللي كان سايق العربية. بقولك ايه يا هالة، ما تعملي لنا كوبايتين شاي؟ يعني هو كويس؟ متربي، ابوه مربيه احسن تربية. ده كان قبل الحادثة زي النسمة، ما كانش يرفع عينيه فيا ابدا. عشان كده انا ما بزعلش منه ابدا، حتى لو اتعصب عليا او صدر منه كلمة كده ولا كده، لانه عارف هو اتعذب قد ايه، وان اللي فيه ده غصب عنه. عليا ايه ما تستني؟ طب الشاي وديهولي على اوضتي. عليا ازيك يا عم محمد؟ كويس. تحت امرك يا سمير. وين ممكن لو سمحت تدخل اجيلي بدله سودا كده من الدولاب؟ هتلاقي في بدله عليها زرار كده على الشمال. عندي ميعاد مهم. حاضر، بعد اذن حضرتك. اتفضل. محمد، يا محمد، يا زين. ايوه سمير بيه. انت مين؟ انا هاله. مين هاله؟ انا شغاله جديده هنا في المطبخ. محدش قال لي يعني. طيب تعرفي تعملي قهوه؟ طبعا هاله. طب لحظه، تعرفي قهوتي ايه؟ لا مؤاخذه، قهوه حضرتك ايه؟ مظبوطه وبسرعه. ايوه جيبيها الاوضه. حاضر. يلا ما تيلا. عليا. نعم يا استاذ سمير. خرجت البدله؟ هي على السرير. طب كويس. القهوه يا سمير بيه. ممكن تحضري الحمام؟ طيب عندك. حاضر. خدمه تاني؟ لا وشك. أي خدمة تانية يا أستاذ سمير؟ لو سمحت بس بعد ربع ساعة ارجع عشان تساعدني في اللبس. حاضر، تحت أمرك، عن إذنك. ايه مالك يا عليا؟ في حاجة مضايقاكي ولا ايه؟ قلبي مقبوض وقلقانة قوي. من ايه؟ سمير بيه مش مطمنة له خالص. يا عليا انت مش هتلاقي ناس أطيب ولا أحن من اللي موجودين في البيت هنا. ايوه بس هو مش مريح حبتين. طب تعالي وراي. دي بنته الله يرحمها، كان عندها 6 سنين، ودي الست ايمان مراته، كانت ست حنينه جدا وقلبها كبير، ما كانش حد يشوفها اللي كان لازم يحبها. وايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البنت كانت عايزه تسافر الساحل، هم عندهم فيلا هناك، والمكان اللي اتقلبت فيه العربيه ما كانش فيه ناس ولا اسعاف عشان حد يلحقهم. واول ما فاق الدكاتره قالوا له انهم لو كان لحقوهم قبلها بساعه كان ممكن يبقى فيه امل. عشان كده تلاقيه دايما متضايق وعصبي ومتضايق من الناس، حاسس ان مش هو لوحده السبب في موته. هني حلوة قوي، ما خدتش بالي لغايه دلوقتي. Thank you.
كل يا علي. لا انا مش علي، انا هال. امال فين علي؟ معرفش. هو حضرتك مش شربتش القهوه ليه؟ ما عجبتكش ولا ايه؟ لا انا بشربها برده. ممكن تلبسيني الجاكيت لو سمحتي؟ اه قوي قوي. بعد اذنك ايدك. ايدك التانية. ماشي ماشي تمام تمام. هدلك بس الجاكيت. فقر ذل وحوجة يكفيك شرها، وجوع وناس ربط الحزام على بطنها. الفقر ذل وحوجة يكفيك شرها، وجوع وناس شد الحزام على بطنها. والعين بصيرة والإيد صيرة، العين بصيرة والإيد صيرة. يا مناس كتير الفقر كاسر نفسنا، يا مناس كتير الفقر كاسر نفسنا. الفقر ذل وحوجة يكفيك شرها. مالك زي ما كنت شفت عفريت؟ بقول لك ايه؟ انا مش ناقصاك، ابعد عني الزعاق لو سمحت. اتفضل، مش عايزه اتكلم مع حد. طب بالراحه عليا يعني، فهميني. ولا بالراحه ولا مش بالراحه. اصلا انت جاي ليه؟ ده مش ميعاد شغل. اتفضل، مع السلامه، انا حافل. طب اوصلك؟ توصلني ليه؟ ها؟ توصلني ليه؟ انت فاكرني ايه؟ ها؟ فاكرني ايه؟ فاكرني بنت من الشارع تقول لها كلمتين تجري تنمي نفسها عليك؟ لا يا حبيبي، انا بنت ناس.